الكاتب والناشط الفلسطيني أحمد أبو رتيمة. سيد أحمد، مساء الخير. مساء النور لك وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. هل المظاهرات اليوم مقتصرة على غزة فقط؟ يعني بما أن الاحتجاج هو على ضم أراضي أو الشروع في ضم أراضي من الضفة الغربية، هل خرجت مظاهرات أيضا في الضفة الغربية؟ هي حالة عامة في فلسطين وفي أوساط الشعب الفلسطيني عموما، ليس فقط في قطاع غزة، حالة من الغضب نتيجة هذا التمادي من قبل الاحتلال في سياسات الاستيطان والتوسع وهضم الأرض الفلسطينية ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني. هناك حالة غضب كبيرة تعبر عن نفسها في أنشطة ميدانية متعددة في مختلف المناطق، ولكن في ذات الوقت ما يحدث من إعلان عن خطة الضم ليس شيئا جديدا، يعني علينا ألا نبدو كأننا متفاجئين.